الرحمن الرحيم. أنا قلت لهم المغربيين يعني إذا الواحد بيسوي شيء بالفعل يسوي شيء مستوى عالي ما شاء الله باين وبدون أي مجاملة، ووجود فنانتنا اليوم وتشجيعهم لها شيء جميل، ودعم فنانتنا دائما معانا وفي المقدمة ما شاء الله يكونون موجودين، وهذا أكبر تشجيع لسيدة الأعمار اللي في توها تبتدي، بس الحمد لله بناتنا يبتدون من القمة بالفعل. أم الإمارات وزوجات الحكام سمو الشيخة جواهر وسمو الشيخة حاكم من القوين وعجمان الباقين، وطبعا في مقدمة سمو الشيخة فاطمة الداعم الأول للمرأة الإماراتية. نحن نكمل معهم ولكن هم الداعمين الأول في هذه الفعاليات كلها. يعني إحنا نبذل قصارى جهدنا بالفعل، يعني ما شاء الله الأنشطة متكررة ويومية، وهالأيام في شهر مارس مثل ما تعرفين من يوم الأم، ففعلا إحنا مش قادرين ناخذ نفسنا ما شاء الله من أبو ظبي لين دبي لين الشارجة، فدايما معاهم ودايما لازم نكون سند لهم، هذا واجبنا بكل بساطة وكل ما طالع من القلب. الله يخلي لهم أمهاتهم ومن ليس له أم، إحنا أمهاتهم هدية والبركة طبعا في أمهات الإمارات جميعا. أتمنى لكل أم اللي تولف عمرها وتكون مع أبنائها، أتمنى اللي ما تعرف أن هي تدعي لها بالرحمة ودعواتهم معانا في حياتهم وبعد مماتهم، الأم لا تعوض ولا يحل محلها أحد، الله يرحمهم ورحمته. ناخذ عندنا هاي الساعة من سنوات اليوم ناس يجوني فلا طبعا في مصطفى الماس الكواليتي تبعه بي اس 2، مستخدمين الاي كلر الذهب 18. شغلنا هذا اشتغلناه خارج الدوله ان شاء الله. الله يسلمك حبيبتي، الله يسلمك. كيف حالك؟ الله يسلمك.
كثير متابعيني اللي يقول زينب هي أريان، هذه زينب اسكندر، هذه أريان. لو سؤال للزوز ليش تقول اسكندر؟ انا بقيت اخذ الاسكندر واريان شو تحب تقول لك متابعيني؟ I love you. احبهم كلهم. يعطيك العافيه. يلا طيب حاول لو عني تستغني واشوفك بس متهني مع غيري مو وياك جرب بس يلا وريني وش تسوي بحالك من بعدي وريني وانت اللي قلبك في يدي روح 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 بس متواجدين في دليل المجوهرات في الافتتاح مع النجمه رويده المحروبي والمصمم مع احمد فلمرزي وطبعا انا ما في داعي اقول احمد سبوني ومع لينا صاحبه المعرض صاحبه المحل محل ومع منو فاطمه الجاسم مع فطوم اللي حطت لي مسدسات في الافتتاح. شو تحبي تقولي حق كل متابعيني؟ احب اقول حق كل متابعيني انه ما اعرف حاجه ما يقدر يقلدني وبس. وكملي انت مع الجميلة منو؟ مع الجميلة لينا. مع ماهر الخاجة. ثانك يو. مع حمد فلمرجي ومع حبيبة قلبي رويدة محروبي. انا رويدة نجمة قال حبيبة قلبي بس نحن اي شيء. بس مع رويدة ما بدي بكاد اللي نحن نكون موجودين. شفت كله موثق هاي الحياة.